السلام عليكم طلابنا الأعزاء، ورمضان كريم عليكم يا رب. إن شاء الله في هالكورس هذا راح نبدي بمادة جديدة. هالمادة هذا دخلت عندنا في هالكورس هذا، المادة اسمها فيزياء. المادة هاي تكون مادة نظرية، راح نحكي تقريبا على توزيع الدرجة، درجة السعي مالتها والدرجة النهائية، وكذلك السيلبس مالتها. المادة تكون نفس ما قلنا مادة نظرية بحتة بدون أي عملي. السعي مالتها راح يكون من 30 درجة، أما النهائي راح يكون من 70 درجة. السعي تكون مقسمة أو موزعة كالآتي: إنه امتحان شفوي قبل نهاية الكورس تكون عليه 6 درجات، امتحان نصف الفصل عليه 15 درجة، النشاطات النظرية راح نعطيكم إياها عليه 3، الحضور راح تنزل رابط حضور المودل سجل بيه حضور عليه 3 درجات، الامتحانات اليومية مثلا نهاية كل فصل نعطيكم امتحان عليه 3 درجات ونجمعهن، والسعي راح يكون من 30. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لتوزيع الدرجة للفيزياء. أما السيلبوس مالتنا راح يكون من 5 أفصل، كل أفصل موجود مجموعة من المنفردات يحتويه. إن شاء الله راح نقدر ناخذ اللي يفيدنا ويكون لكم أساس للمرحلة الجاية، لأن هاي المادة أعتبرها مادة ممهدة للمادة أساسية تجيكم المرحلة الثانية اللي هي فلويد ميكانكس. راح ناخذ من عندها الشغلات اللي تفيدنا إن شاء الله. بس نجي لمن للفصل الأول. الفصل الأول اللي هو الفلويد ستاتيك. قبل لا نفوت بالفلويد ستاتيك ناخذ في مقدمة على الفيزياء، علم الفيزياء. الفيزياء هي كلمة إغريقية معناها علم الطبيعة، هو علم خاص بعلم الطبيعة، العلم اللي يدرس المفاهيم الأساسية للكون من طاقة وقوة وزمن وحركة ووقت وكتلة. هذه المفاهيم شنو الغرض من دراستها؟ هذه المفاهيم علم الفيزياء هو إيجاد علاقة تربط بين هذه المفاهيم، بالإضافة إلى قوانين لوصف هذه المفاهيم. يدرس على نطاق أوسع هو التحليل العام للطبيعة. الفيزياء هو التحليل العام للطبيعة الذي يهدف إلى كيفية عمل الكون، وهو أحد علوم فروع العلوم الطبيعية. من أهم العلماء الذين وضعوا أساسات علم الفيزياء اللي هم أرسطو ابن الهيثم، إسحاق نيوتن، وألبرت أينشتاين. علم متجدد ما طول يربط بين المادة والطاقة، فهو علم متجدد، علم مهم. يعني ما نقدر نوفيه بهالسطرين هذا، بس نقدر نعطيكم فد ملخص للفيزياء. نجي لمن للسيستم اوف يونتس، نظام الوحدات. نظام الوحدات المستخدم بالمصادر نظامين للوحدات: نظام امريكي او نظام بريطاني اللي يسمونه الاف في اس، ونظام الانترناشنال سيستم اوف يونتس اللي هو الاس اي، اللي هو احنا نستخدمه بدراستنا بالعراق. اكثر شيء نستخدمه اللي هو شنو هو؟ اللي هو يعني المتر، الطول بالمتر، الوقت بالثانية، الكتلة بالكيلوغرام، القوة بالنيوتن، والتمبريتشر درجة الحرارة بالكلفن والسيليزي. اما الوحدات الامريكية تستخدم الطول بالفوت والوقت بالثانية نفس الشيء. اما الماس تستخدم سلاج اللي هو السبيكة، الفورس اللي هو الباوند، والتمبريتشر اللي هو الرانكينج والفرهنهايت. ان شاء الله هاي بالمسائل اذا مرت علينا نقدر نوضح انه شنو الفرق بيناتهم، شلون نحل باستخدام نظامين للوحدات، شلون يعني مرات اكو اسئله تجي بها نظامين وحدات. اي نعم تقدر، نقدر نحول بين نظامين للوحدات. هسه نجي للفلود ستاتيك. الفلود ستاتيك ككلمه فلود، فلود تعني السوائل والغازات، وليس فقط السوائل، لا، السوائل والغازات. الفلويد ستاتيك يتعامل مع السائل المائع الساكن، يتعامل مع المائع الساكن اللي بدون حركة. الحركة مالت الفيلوسيتي شنو؟ صفر. لذلك ليس هنالك أي إجهاد قص بين طبقات السائل بما أنه ساكن. ماكو هنالك سرعة نفس ما قلنا ساكن. ليس هناك تشوه بطبقات المائع الساكن. القوة الوحيدة المسيطرة عندنا بالمائع الساكن اللي هو النورمال ستريس. النورمال ستريس اللي اقصد بيه اللي هو البرجر. البرجر شنو الغرض من دراسة الفلويد ستاتيك؟ الغرض من دراسة الفلويد ستاتيك هو لحساب مقدار القوة المؤثرة من قبل المائع على جدران الأسطح اللي هي بتماس معها. يعني مثلا من فوائد الفلويد ستاتيك انه يفيد بالتصاميم، بناء تصاميم السدود والخزانات العملاقة لخزن السوائل.
مثلا خزن نفط، خزن بنزين، شلون نستفاد من عدم انه نحسب مقدار القوة المؤثرة من قبل المائع على جدران الخزان. فإذا قدرنا نحسب مقدار القوة نقدر نصمم تصميم صحيح. شنو التطبيقات الموجودة بحياتنا اليومية؟ الجاك مال السيارة، الكار جاك، واضح الأمور، يستخدم قاعدة الفلويد ستاتيك. بعد عندنا شنو هو؟ نفس ما قلنا انه الفلويد هو مائع وغاز، وليس فقط غاز، مائع وغاز. فالفلويد ستاتيك هم قسمه، اذا كان يتعامل مع المواعي يعني مع السوائل سموه الهيدروستاتيك، اما اذا كان يتعامل مع الغازات سموه ايروستاتيك. اذا كان يتعامل مع السوائل هيدروستاتيك، اما اذا كان يتعامل مع الغازات سموه شنو؟ سموه ايروستاتيك. نجي نفس ما قلنا انه القوة المسيطرة بالفلويد ستاتيك اللي هو البرجر. تعريف البرجر اللي هو القوة المسلطة عموديا على وحدة المساحة، القوة اللي هي وحدتها نيوتن، المساحة اللي هي المتر، المتر تربيع، فصارت نيوتن على المتر المربع، نيوتن على المتر المربع بالاس اي يونت اللي هي الباسكال. اما بالوحدات الامريكية اللي هي البي اس اف اللي هي معناها الباوند على الفوت تربيع، اور البي اس اي اللي هي الباوند على الانش تربيع. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبرجر. البرجر بعدة انواع، عندنا الابسولوت برجر، عندنا الجيج برجر، عندنا الفاكيوم برجر، وعندنا الاتموسفير برجر. نيجي اول شيء الاتموسفير برجر اللي هو الضغط الجوي اللي هي داير ما دايرنا، اللي هو شنو نعتبره؟ نعتبره ضغط جوي. الجيج برجر اللي هو الضغط المقاس. شنو الضغط المقاس؟ يعني من اروح انا عندي سيارة واريد اقيس ضغط الهواء داخل الاطار مالتي، شلون اجي اقيسه؟ اقيسه اول ما يجي عامل الصيانه يخلي لي الجيتش برجر، يقيس لي قد ضغط هواء داخل الاطار، هاي يسمونه الجيتش برجر. ايش عندنا بعد؟ عندي الضغط المطلق الابسولوت برجر، وعندي الفاكيوم برجر. واضح الامور؟ هسه نجي واحده واحده. عندي هالمخطط هذا وانا عندي معادلات، احنا راح نشوف المخطط ونشوف المعادلات شنو نقدر نفتهم من عنده نرجع له. عندها هالخط هذا اللي هو يسمونه الابسولوت فاكيوم برجر، اللي هو خط الصفر لحساب الضغط، خط الصفر. فشنو اسمه؟ اسمه الابسولوت فاكيوم. واضح الامور؟ يسمونه الابسولوت فاكيوم، الخط الصفر مالته. وعندي هالخط المنقط هذا، الخط المنقط هذا مالته يسمونه الاتموسفير برجر. خط الصفر قلنا نفس ما سميناه الابسولوت فاكيوم. من الابسولوت فاكيوم الحد هالخط المنقط سميناه شنو؟ سميناه البي اتموسفير. صعد فوق البي اتموسفير صار عندي الضغط المقاس. يعني الضغط المقاس نقطة الصفر مالته من هو؟ البي اتموسفير. يعني من اروح اقيس ضغط الهواء داخل الاطار مالتي، من اشوف الجيش مالته صفر، الصفر مالتي اللي هو شنو هو؟ اللي هو البي اتموسفير مالتي. اما اذا نزل جو الاتموسفير برجع صار عندي الضغط المفرغ اللي هو البي فاكيوم. صار عندي شنو هو؟ البي فاكيوم. اما البي ابسولوت برجر دائما يبدي من الصفر، البي ابسولوت برجر دائما يبدي من الصفر، بس هذا سميته بدا من الصفر البي ابسولوت برجر، هذا بدا من الصفر سميته البي ابسولوت برجر. بس تقول لي استاذ بالنسبه للبي اتموسفير شنو؟ انت تقول بس اللي يبدي من الصفر سميه بي ابسولوت. نعم البي اتموسفير هم الى تسميه هم يسمونه بعض المصادر هو البي اتموسفير ابسولوت برجر، يسمونه البي اتموسفير ابسولوت برجر. القوانين اللي عندي اللي هي تقول يا بي اذا تريد تحصل البي فاكيوم، هذا البي فاكيوم اذا تريد تحصله اقول البي اتموسفير ناقص البي ابسولوت برجر، اذا اريد احصل البي جيتش اقول البي ابسولوت ناقص البي اتموسفير برجر. هذان القوانين حفظ؟ اي نعم حفظ. هذان القوانين حفظ تجي على شكل مسائل، تجي على شكل فراغات، تجي على شكل تعريف، يا بعرف لي شنو الابسولوت برجر، يا بحصل لي قيمة البي فاكيوم شلون احصل اذا عشان عندي اتموسفير وابسولوت برجر. واضح الامور. شنو خصائص الضغط بالمائع الساكن؟ الضغط يكون دائما عموديا على السطح الملامس له، دائما يكون عمودي عليه. الضغط المسلط على مائع ساكن محصور بنقطة معينة يتوزع بالتساوي على جميع أجزاء ذلك السائل. هاي بالنسبة لمن؟ هاي يسموها قاعدة باسكال، قاعدة باسكال
نفس ما قلنا انه الضغط المسلط على ماء ساكن محصور ينتقل بالتساوي الى جميع اجزاء ذلك السائل. خصائص البراج المهم مقروحة هن نقطتين، يعني ما عندنا غيرهم. من ضمن تطبيقات قاعدة باسكال اللي هو الكارجك، اللي هو نفس ما حكينا من ساعة، من ضمن تطبيقات الفلويد ستاتيك، انه الضغط المسلط على نقطة على سائل محصور ينتقل بالتساوي الى جميع اجزاء ذلك السائل. نقول يا بلب الضغط هنا قوة الضغط هنا تساوي قوة الضغط هنا، واضح الامور؟ فهنا عندي اسئلة ان شاء الله ارجع لها بنهاية المحاضرة، انا بس اعطيكم فكرة عامة على الموضوع انه بنرجع لها. فهسه عرفنا انه خصائص الضغط، انه بنرجع انه شنو تغير الضغط مع الارتفاع. تغير الضغط مع الارتفاع العلماء وجدوا انه بالماء الساكن انه عندما تتحرك افقيا مقدار الضغط يبقى ثابت، ما راح يتغير. العامل الاساسي بتغير كمية الضغط وزيادته انه كل ما اتجهت للاسفل. ليش كمية الضغط تزداد؟ ليش؟ يعني قانون الضغط شو يقول؟ يقول يا بالماء الساكن البرجر يساوي الرو اللي هو كثافة السائل. شنو السائل عندي؟ مي، زئبق، نفط، بنزين. في الجي في التعجيل الأرضي في الدلتا زت. الدلتا زت هو مقدار الارتفاع. شنو هو مقدار الارتفاع؟ هسه اوكي، ليش من يزداد الارتفاع يزداد الضغط؟ اول شيء علاقة رياضية انه دلتا زت هو البي طردي، وثاني شيء انه كل ما انزل جوه، نفرض انه هاي الاسهم الاحمر اللي هي طبقات السائل، كل ما انزل جوا طبقات السائل راح تزداد. يعني فنفرض انه انا هنا بهالنقطة هذه او بهالنقطة هذه، هالمؤشر هذا، هاي ايش قد طبقات؟ كم طبقة فوقاي؟ فوقاي 1 2 3 4، واضح الامور؟ اما اذا انزل جوا تتضاعف، فنفرض يصير 8، فكل ما تتضاعف طبقات السائل يعني الاتش جاي يرتفع. يعني البعد من هنا، من كنت هنا كان البعد نفرض 1، اما من نزلت هنا ايش قد صار البعد؟ صار بعد 4. فمن اضرب الرو في الجي في الـ4 شيء اكيد اكثر من الرو في الجي في الـ1. فقصدي انه البرجر يتناسب تناسب طردي مع الارتفاع. اما اذا تحركنا افقيا، اذا تحركت افقي هنا او هنا او هنا، والارتفاع 1، فكمية الضغط راح تبقى ثابتة. هاي بالنسبة لاختلاف الضغط والارتفاع. انا اللي حكيته على الرسم اللي هو نفسه هنا فقط تطلعون عليه. اوكي، انا عرفت الضغط شنو تعريفه، شنو الوحدة مالته، شنو خصائص الضغط بالفلويد ستاتيك. هسه اريد احكي على كيفية قياس الضغط. هل هنالك اداة لقياس الضغط؟ نعم، هناك عدة ادوات. من ضمن الادوات الموجودة لقياس الضغط اللي هي المانوميتر. المانوميتر تعتبر من ابسط الانواع المستخدمة لقياس الضغط. اول نوع اللي هو البيزوميتر مانوميتر، اللي هو ابسط انواع المانوميتر، يتكون من أنبوبة مفتوحة الطرفين، العلوية مفتوحة للضغط الجوي، أما الأنبوب فتحة الأنبوب السفلية مفتوحة على الفيزل اللي أريد أقيس الضغط بداخلها. بعد ما يكون أكو ضغط داخل هالأسطوانة هذه، راح يتفاعل السائل لهالارتفاع هذا أو أكثر حسب مقدار الضغط الموجود داخل الأسطوانة. بعد ما اريد اقيس الضغط بنقطة اي، اقول يا برو للسائل الموجود داخل الاسطوانة في التعجيل الارضي في الارتفاع. شو احصل؟ احصل مقدار الضغط الموجود داخل الاسطوانة. البيزومتر اللي هو ابسط الانواع يستخدم لقياس الضغوط الخفيفة. هذا اول نوع البيزومتر. البيزومتر مانوميتر ابسط انواع الادوات المستخدمة لقياس الضغط. هاي خلصنا من عدة. النوع الثاني اللي هو اليوتيوب مانوميتر. اليوتيوب مانوميتر يستخدم لقياس النيجاتيف برجر والضغوط المتوسطة الارتفاع. يكون ليه سميناه يوتيوب مانوميتر؟ يكون على شكل حرف يو، يكون على شكل حرف يو. الضغوط نفس ما قلنا السالبة والمتوسطة الارتفاع. الديفرنشال مانوميتر هذا شكله يكون يستخدم لقياس الاختلاف بالضغط بنقطتين، اختلاف الضغط بين نقطتين في النظام المغلق. مثلا عندي نظام مغلق واريد اقيس مقدار الضغط مالته، شلون اقدر اقيسه؟ استخدم الديفرنشال مانوميتر. هسه عندي شنو؟ عندي 3 انواع من المانوميتر، اللي هو ابسط شيء البيزوميتر،
الضغوط الخفيفة، اليوتيوب يستخدم القياس النيجاتيف والضغوط المتوسطة الارتفاع. أما إذا عندي نظام مغلق شو أستخدم؟ أستخدم الديفرنشال مانوميتر. هاي بالنسبة للمانوميتر. أما أدي للنوع الأكثر استخداما الأكثر دقة بالوقت الحالي اللي هو الجيتش بروجر أو يسمونه البوردنج جيتش. البوردنج جيتش يكون بهالشكل هذا، بهالشكل هذا. وحدة القياس المستخدمة تكون هنا بهالشكل هذا، تكون أما بي اس اي وحدات أمريكية، والأغلب تكون بي اس اي أو كيلو باسكال. منين يتكون؟ خلينا نجي هنا، هاي صورة توضح عملية البوردنج جيج، آلية العمل مالته. البوردنج جيج يكون من أنبوب معدني. هالأنبوب المعدني يكون مغلق من أحد طرفيه، والطرف الثاني يكون مفتوح للفزل اللي نريد نقيس الأسطوانة، نريد نقيس الضغط داخلها. نقرأ هنا، يعمل على مبدأ وجود أنبوبة منحنية. هاي الأنبوبة المنحنية يختلف شكلها من نوع النوع، وتكون على شكل قوس غالبا، يتغير شكلها بالتمدد والانكماش تبعا لتغيرات الضغط الداخلي المتعرضة له، حيث تكون إحدى نهايتيه مفتوحة اللي هي مرتبطة بالفزل، والنهاية الثانية تكون مغلقة. وبتطبيق ضغط في النهاية المفتوحة لما يتعرض إلى ضغط هنا يتسبب، شوف هنا راح يتسبب بتمدد القوس وتحركه حركة تناسب مع قيمة الضغط. عند ما يتحرك راح يتحرك هالدشالي هذه، عند ما يتحرك هالدشالي راح يبدي يقرأ للضغط مالتي. وهالأنبوب عند ما ينتهي الضغط، عند تحرير الضغط يعود إلى حالته الطبيعية. فهاي آلية العمل مالته اللي هو البوردن جيتش، هاي سميناها البوردن تيوب. اكو بعد غير انواع من البوردن جيتش؟ نعم، هي مو غير انواع، بس الكويل تيوب يختلف، اللي هو الانبوب المعدني يختلف. يعني واذا اختلف تختلف قراءة الضغوط. يعني هسه هنا عندي الانبوب اللولبي يكون هالشكل هذا مالته، الحلزوني يكون هالشكل هذا. بس تقول شنو الفرق بيناتهم؟ الشكل سي اللي هو الشكل هذا يستخدم لقياس الضغوط من 0 ل 15 بي اس اي، تعتبر ضغوط مو عالية. اما الشكل اللولبي من 0 ل 200 اعلى. اما الشكل الحلزوني وصنعت لتستشعر مدى من 0 ل 10 بي اس اي، وكذلك يمكن ان تقيس الضغوط العالية من 0 ل 100 الف بي اس اي. فلكل تصميم من البوردن تيوب إلى مدى رينج لقياس الضغط. ونفس ما قلت لكم الأكثر استخدام، نفس ما قلنا أنه الوحدة المستخدمة شوفوا هنا هي شنو، هي البي اس اي الضغط الداخل من هنا اللي هو نفسه هذا. فشوفوا الوحدة هنا وين كتبوها اللي هي البي اس اي. هو أكثر، نفس ما قلنا، أكثر أنواع المستخدمة لقياس الضغوط لدقتها ولتحملها الضغوط العالية، فلذلك نستخدمها أكثر شيء. هاي بالنسبة للمن، بالنسبة للبرجر. هسا نجي المن للجزء الثاني من محاضرتنا اللي هو السيرفس تنشن، اللي هو شنو؟ الشد السطحي. لتفسير هذه الظاهرة يمكن مشاهدة هالوعاء هذا وعاء بمي. المي يتكون من جزيئات، فصورنا الجزيئات على هالشكل هذا. شلون صايرة عملية الشد السطحي؟ انه لو اخذنا جزيئة موجودة ديب بالاناء، يعني جوا بالاناء بهالشكل هذا، نلاحظ انه الجزيئة تحاط بالجزيئات، ونفس ما نعرف انه الجزيئات فيما بينها هنالك قوة تماسك. واضح الامور؟ هنالك قوه تماسك بين الجزيئات. فنلاحظ انه محصله القوه المؤثره على هالجزيئه هذه من جميع الاتجاهات، لذلك محصله القوه نعتبرها صفر. لمنين ما بالاتجاهات الاربعه، نفرض يمين يسار اعلى اسفل، هنالك جزيئه تحيط بالجزيئه مالته. اما من نروح للسطح نلاحظ ان الجزيئه تتعرض الى قوه تماسك فقط من الجانب ومن الاسفل، لذلك انه قوة التماسك بين الجزيئات تكون اكبر من قوة التلاصق. قوة التلاصق منين؟ قوة تلاصق الجزيئة بالهواء. اما قوة التماسك الجزيئات مع بعضها تكون اكبر من قوة التلاصق، لذلك محصلة القوة سوف تتجه الى الاسفل.
سويت لي تقلص للجزيئات، هالتقلص هذي يسوي لي غشاء بسطح السائل، لذلك نشوف انه مرات من اكو ماي تتمشى نشوف انه اكو مثل الغشاء موجود على سطح الماي، ومرات تشوف انه اكو حشرات تقدر تمشي على سطح الماي، شوف شلون اكو غشاء موجود. هذا الغشاء هو سببه شنو؟ هو سببه الشد السطحي. شنو سبب الشد السطحي؟ نفس ما قلنا انه الجزيئات، الجزيئات الموجودة على السطح راح تتعرض لمحصلة قوة تدفعها للتقلص نتيجة قوة التماسك الموجودة بين الجزيئات أعلى من قوة التلاصق بين الجزيئات نفسها، باعولي على المؤشر، بين الجزيئات نفسها والهواء، لذلك راح تتقلص الجزيئات مكونت لي غشاء. هذه الظاهرة شو نسميها؟ نسميها ظاهرة الشد السطحي. أنا هذا الحكيت اللي هو نفسه هنا، اللي هو شنو هو؟ نفسه هنا أكو هنا مصطلح اللي هو الكوهسيف والأدهسيف. الادهيسيف والكوهسيف اللي هو قوة التماسك والتلاصق، واضح الأمور؟ الكوهسيف اللي هي التماسك، أما الادهج اللي هي التلاصق. التطبيقات مال الشد السطحي، انه شنو القوانين المستخدمة لقياس الشد السطحي؟ القانون الأول اللي هو السيرفيس تنشن شد السطح او الليكويد دروبليت، الشد السطحي المستخدم بقطرة المي. هاي قطرة المي الصغيرة لها قانون خاص بيها. شنو هالقانون هذا؟ هاي القطرة مالتنا، القطرة قسمناها بالنص. الشد السطحي، الشد السطحي خذوها قاعدة انه دائما دائما يتركز وين؟ يتركز على الأطراف، دائما يتركز على المحيط. هاي القطرة ليش اختارت الشكل الدائري؟ ليش ما اختارت الشكل المربع؟ ليش ما اختارت الشكل المثلث؟ يعني تسقط من الحنفية، المطر من يجي يسقط، ليش على شكل دائرة؟ ليش مو مربع، مثلث، بيضوي؟ دائما الشد السطحي سيجما تختار لها أصغر مساحة سطحية، فأصغر لافو أصغر مساحة سطحية نقدر نحصلها عن طريق شنو؟ عن طريق الدائرة. فهاي الدروبلت محافظة على شكلها، القطرة محافظة على شكلها عن طريق عملية موازنة بين القوة الداخل القطرة وبين الشد السطحي اللي كون لي شنو هو؟ كون لي الدائرة. هاي الموازنة شلون اجتني؟ انه اكو قوة داخل القطرة محافظت لي الضغط داخل القطرة، او داخل الـ 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 نعم داخل القطرة محافظ لي على شكل القطرة. الضغط هالاتجاهات هذا جاي شوفوه، والشد السطحي وين صاير؟ صاير على المحيط. فسنيجي واحدة واحدة، الشد السطحي اللي هو قوة والضغط هم قوة. الشد السطحي منين جاءت للقوة؟ اللي هو احنا عندنا قانون اللي هو الضغط شو يساوي؟ يساوي القوة المسلطة عموديا على وحدة المساحة. القوة شو تساوي؟ اللي تساوي الضغط في المساحة، واضح الأمور؟ الضغط في المساحة، فهي عبارة عن تساوي قوتين، قوة الضغط وقوة الشد السطحي. فقوة الشد السطحي اللي هي السيجما في المحيط، المحيط اللي هو شنو؟ محيط دائرة، اللي هو شنو؟ الباي في الدي. اما الضغط الداخلي اللي هو الضغط المسلط على المساحة، يا مساحة مساحة دائرة، فقلنا الضغط في الباي على 4 دي تربيع. فمن قلنا احنا مساوية الطرفين مساويات، حصلنا انه الضغط يساوي الفور سيجما على الدي، اللي هو دائما انا استخدم قانون لحساب الضغط. الضغط شلون احسبه؟ اللي هو الفور سيجما على الدي. شلون اجاني الفور سيجما؟ عن طريق هالمعادلة، هذا البالانس الموجود اللي مخليه محافظ لي على الدروبلت محافظة على شكلها. هاي بالنسبة للدروبلت. اما اذا كان عندي بابلز فقاعة، البابلز الفقاعة شنو تختلف عن الدروبلت؟ البابلز القطرة الماي داخلها اكو ماي، هي قطرة فداخلها ماي، اما البابلز الفقاعة يكون داخلها هواء وخارجها هواء، فوين ما اكو هواء الشد السطحي موجود. فبما انه داخل وخارج اكو شيء سطحي، فالسيجما راح تصير في 2. السيجما ايش راح تصير؟ راح تصير في 2. القانون بدل ما 4 سيجما صار اي سيجما. هاي معطيكم انا اسئله ان شاء الله نحل لنا بعد اكثر من هاي الاسئله ونرجع نحل واحده واحده. انا بهالمحاضره بس حبيت اشرح لكم كمقدمه على المواضيع الموجوده. هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبة للسيرفيس تنشن. نجي المال للكابلاريتي. الكابلاريتي هي الخاصية الشعرية، هي من تطبيقات السيرفيس تنشن،
من تطبيقاتها هي عملية ارتفاع أو هبوط السائل داخل الأنابيب الشعرية. وين نقدر نشوفها؟ نقدر نشوفها أو نفسر الحالة أنه كيفية ارتفاع الماء من الجذور إلى عالي السيقان في الأشجار. شلون جاي ترتفع الماء؟ جاي يرتفع الماء عن طريق الخاصية الشعرية. بعد الكيروسين through a cotton wick، يعني شنو؟ يعني نفرض انه النفط شلون جاي يصعد عندي بالفتيلة، شلون جاي يصعد عندي بالفتيلة. هذه عبارة عن ارتفاع او هبوط السوائل داخل الانابيب الشعرية، شو نسميه؟ يسموها الكابلاريتي افكت. الكابلاريتي افكت هي من تطبيقات السيرفيس تنشن. على من تعتمد الكابلاريتي افكت؟ تعتمد على قوة التماسك والتلاصق. نفس ما قلت من ساعة أو قبل شوي أنه التماسك هي بين جزيئات نفسين، أما التلاصق بين الجزيئة وسطح ثاني، اللي هي نفس ما قلنا الأدهيجين والكوهيجين. الأدهيجين والكوهيجين، الأدهيجين اللي هي التلاصق، أما الكوهيجين اللي هي شنو؟ هو التماسك. هسا نجي واحدة واحدة. إذا كانت قوة التماسك بين جزيئات السائل أكبر من قوة التلاصق، أكبر من قوة التلاصق، فالسائل نلقاه ينخفض بالأنابيب الشعرية. مثال على ذلك اللي هو شنو؟ الزئبق. الزئبق تكون قوة التماسك بين جزيئاته أكبر من قوة التلاصق، لذلك شنو؟ ينخفض بالأنابيب الشعرية. أما المي كمثال، المي قوة التلاصق مالته أعلى من قوة التماسك، التلاصق أعلى من قوة التماسك. أدري صعبت عليكم شوية هسه، بس ركزوا وياي يعني. انه قوة التلاصق راح تكون اعلى من قوة التماسك، فلذلك نلقاه شنو؟ يرتفع بالانابيب الشعرية. ولا لو ما كانت قوة التلاصق ما تعلى ما صعد لعالي السيقان بالاشجار. فسبحان الله، هاي الخاصية الموجودة بالماء، انه قوة التلاصق مالته اعلى من قوة التماسك. بعد شكل الكيرف، يعني شكل المي بالانابيب الشعرية. شكل المي بالانابيب الشعرية يكون على شكل شنو؟ هالشكل هذا اللي هو المقعر. اما شكل الزئبق يكون على شنو؟ على شكل محدب، اللي هي كونكيف والكونفكس. انا ذاكركم اياها هنا، الكونكيف والكونفكس. انا هذا الحكي اللي حكيته نفس ما قلت من ساعه، اللي هو مذكور هنا، تقدرون تستفادوا منه عده وتقرونه. القوانين اللي استخدمها لقياس شقد يرتفع السائل داخل الانابيب الشعريه، نستخدم الفور سيجما كوساين الثيتا على الرو في الجي في الاتش. السيجما اللي هي الشد السطحي، كوساين الثيتا هي مقدار الزاوية اللي يصنعها المائع او السائل وجدران الانبوب. الثيتا نفس ما قلنا، الرو اللي هي السائل شنو؟ مي، زئبق، كيروسين. الجي التعجيل الارضي. الدي اللي هو قطر البايب. الدي اللي هو شنو؟ قطر البايب. دائما اذا كان السائل داخل الانابيب مي او كحول، فالزاوية اللي يصنعها تكون قليلة، نعتبرها شنو؟ نعتبرها صفر. أما إذا كان زئبق فالزاوية تكون من 130 ل 150. أستاذ إحنا شنو مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا شرح، مطلوب من عندنا مسائل. أنتم مطلوب من عندكم هسه بهالوقت هذا الشرح. من نوصل للمسائل راح نحدد المسائل اللي إحنا نريتها. أنا هذا الملف البي دي إف راح أنزله لكم إن شاء الله، وأسوي عليه بعض التعديلات، عمود يكون عمود إن شاء الله المحاضرة الجاية، حتى راح نحل كم سؤال على الكابلاريتي إفكت والسيرفيس تنشن، وكذلك على شنو؟ على الباسكال لو. هاي بما يخص المحاضرة لهذا اليوم. اي واحد عنده سؤال، اي واحد عنده استفسار، يراسلنا على المودل، على المودل مرة ثانية ان شاء الله. والاسبوع الجاي ان شاء الله نلتقي، في امان الله.